فراعنة هدول مش من الفراغ، كلنا متابعين اخبار ابطالنا في اولمبياد باريس 2024، بس اللي انت مش متابعه تعالى وانا اقول لك عليه. نجمتنا ندى حافظ والمصنفه رقم 26 على العالم في لعبه سلاح السابر ودعت البطوله النهارده، وده على ايد يون هايونج بطله كوريا الجنوبيه والمصنفه رقم 10 على العالم، ودي كانت في المواجهه اللي بينهم في دور ال 16 والماتش خلص 15-7. ندى لعبت ماتش قبل ده في دور ال 64 وكسبت الامريكيه اليزابيث تراتاكوفسكي 17-3. المعلومه بقى يا عزيزي ان نجمتنا وبطلتنا ندى حافظ كانت بتشارك في البطوله وهي حامل في الشهر السابع، تخيل. وكتبت على صفحتها الشخصيه على الانستا اللي ظهر للناس ان احنا 2 لعيبه على منصات التتويج، لكن الحقيقه كنت انا ومنافستي وطفلي الذي لم يولد بعد. وكمان قالت انا وطفلي واجهنا تحديات كبيره بس احنا كنا قدها، وكنت بحاول طول الفتره اللي فاتت ان انا اعمل توازن بين الرياضه والحياة. اما بقى نجمنا مروان القماش نجم مصر في السباحة كان عنده سباق 800 متر وكمل وهو مصاب، تحديدا كان عنده خلع في مفصل كتفه الشمال. مروان حصل على المركز 27 في جدول الترتيب بزمن قدره 8 دقايق و7 ثواني. فرعنا دول ولا مش فرعنا؟ تعال بقى اقول لك الميداليه الوحيده اللي حققناها لغايه دلوقتي في البطوله. لاعب سلاح المبارزه نجح نجمنا محمد السيد انه يحصل على الميداليه البرونزيه واول ميداليه لمصر لغايه دلوقتي في البطوله، ده بعد ما كسب المجري اندراسافي بنتيجه 8-7، وللاسف دي الميداليه الوحيده لغايه دلوقتي اللي حققناها في البطوله. تفتكر بقى ندى حافظ ومروان القماش عشان ما حققوش ميداليه ما يستحقوش ان احنا نرفع لهم القبعه؟ قول لي في الكومنتات.